يا سادة، احنا النهاردة اتكلمنا عن مصطلح جديد احنا بنحبه اسمه الاحتياط الرشيد، والرشد دايما بيفتح علينا باب صحبة حضرة النبي، وبيخلينا في جمال حضرة النبي، وفي هدوء حضرة النبي، وفي سكون حضرة النبي، وكمان في وضوح حضرة النبي وعدم التباس الأمور. الاحتياط الرشيد بيخلينا ناس متزنين، يا رب اجعلنا دايما من المتزنين. وتعالوا ندعي ربنا بهذا الدعاء المجرب في شرح الصدور وإزالة الكرب والهموم، ونقول: يا صاحب الود القديم والفضل العميم، أسألك بما غزيت قلبي به من جميل ألطافك ومحاسن تدبيرك أن تصلح قلبي، وترشدني بواسع نورك في دربي، فتمحو بحسن هدايتك كربي، وتغسل بلطيف عفوك سواد وهمي وذنبي، فتجعل قلبي كأسا طاهرا تسكب لي فيه شهد الوصال ولذيذ قربي. يا رب اجعلنا على الدوام من أهل هذا الدعاء ومن أهل الكرم، ودايما نقول لحضرة النبي: وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي، فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي. اجعلنا دايما في صحبة حضرة النبي، واجعلنا نذوق شهد حلاوة سيرته، واجعلنا على الدوام يا رب مع حضرة النبي، واجعلنا في قلبه حتى إذا أتى ليتشفع تشفع لنا وأخذ بأيدينا لندخل صحبة معه الجنة. يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين.